يقول: صلينا في مساجد وكان في ساحتها قبور، ولكنها ليست داخل المسجد، ولا ندري إذا كان القبر أولا وبني عليه المسجد أم المسجد أولا. السؤال: ما حكم الصلاة التي صليناها وهي أكثر من 10 فروض؟ وإذا كان علينا الإعادة، فما هي صيغة الإعادة ونحن الآن بمكة؟ إذا كانت القبور متصلة بالمسجد، متصلة بالمسجد من أي جهة، فلا تصح الصلاة فيه لأنه مبني على القبور. أما إذا كانت المقابر مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء بينهم فاصل، فلا بأس بذلك، صلي بالمسجد. إذا صليت في مسجد في قبر متصل به فإنك تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، فعليك أن تعيد الصلوات مرتبة، اليوم الأول واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده حتى تنهي الصلوات.